ومعنا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب الصحفي أستاذ أحمد عبد العزيز. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. تطورات سريعة تعرفها الساحة الصحفية في مصر، لو تطلعنا على آخر المستجدات. الحقيقة آخر حاجة النهاردة تمت كانت وقفة سلالة نقابة الصحفيين، وهذه الوقفة كان يعني الحقيقة كانت لها رسالة خاصة وواضحة للداخلية ولبلطجية الداخلية الذين تحرشوا بنا أمس طوال اليوم، وأنا كنت أحد شهود العيان على ما جرى أمس. فكانت الرسالة اليوم للداخلية أنه لا يمكن على الإطلاق أن يتم تكميم أقوى الصحفيين أو كسر إرادة نقابة الصحفيين وأعضائها. وبالفعل تم الدعوة اليوم إلى الوقفة، ووصل عدد لا بأس به من الزملاء، إلا أن الآن كالعادة والداخلية ضربت حصارا يعني حديديا على النقابة من كافة النواحي ومن كافة الشوارع، وتم حصار مقر النقابة بشكل يعني وكأنه سكنة عسكرية، إلا أنه تمت الوقفة بشكل جيد، وكان فيها رسالة واضحة للداخلية ولبلطجيتها أنه لن ننكسر وسنظل على نضالنا، وستظل نقابة الصحفيين مرفوعة الرأس، ولن يستطيع أحد أن يكسر ذراعها. أستاذ أحمد، يدخلها بيت الطاعة. أستاذ أحمد، أهم مخرجات اجتماع مجلس النقابة. المجلس النهاردة الحقيقة يمكن شاهد بعض الشد والجذب بين الأعضاء، ولأنه كان هناك يعني تيار داخل المجلس يريد التصعيد إلى أعلى درجة ممكنة، وتم التوصل إلى عقد مؤتمر صحفي الخميس، ثم مسيرة من النقابة ببلاغ للنائب العام، والبلاغ ستكون ضد وزير الداخلية وكل من يعني تورط في اعتقال الزملاء الصحفيين كخطوة أولى، وأنا أعتقد ستكون هناك تصعيد آخر. أيضا في المقابل بالنسبة لنا كجمعية عمومية أعلنا عن وقفة أيضا احتجاجية يوم الخميس أيضا، وربما هناك التفكير في اعتصام بالنقابة سوف يتم الاتخاذ بشأنه غدا أو بعد غد. هناك أخبار عن اعتقال 12 صحفيا بعد انتهاء المظاهرة اليوم. بالفعل تم اعتقال عدد من الزملاء الصحفيين، يعني كان قيل 7 وفي كلام على أنهم 12، لكن حتى الآن يوجد عدد يعني ليس بالقليل معتقل. وكمان تم مضايقات، كان هناك مضايقات لبعض الزملاء حتى من حاملي كرنات النقابة ودخلوا بصعوبة. أيضا كان هناك تخوف كبير جدا من الأمن من أنه تتحول الوقفة إلى وقفة وطنية جامعة لكل المصريين، وبالتالي كان هناك تعسف كبير جدا في القبض على الزملاء الصحفيين وعلى حتى النشطاء السياسيين وكل من يحاول الانضمام إلى وقفة النقابة اليوم. الداخلية يعني في الأسابيع الأخيرة تستهدف نقابة الصحفيين، السبب الغير معلن، هناك حديث بأن يعني الصحفيين اليوم هم يغردون خارج السرب النظام يعني، ولكن هل هناك أسباب أخرى؟ لا، هو بالتأكيد هو بس أمس كان في تصفية حسابات مع النقابة، وكان في نوع من البلطجة ومحاولة الاقتحام، وده كان طبعا يعني كان نوع من الاستبداد، وأنا كنت شاهد عيان على ده، وتم حتى يعني توجيه السباب وشتائم بذيئة لنا ولزميلتنا حنان فكر وبعض الزملاء أعضاء المجلس، وبالتالي اليوم كان لابد أن يكون هناك رد الاعتبار، وحتى الوقفة كانت بعنوان كرامة الصحفي. طبعا معروف استهداف نقابة الصحفيين طول الوقت، لأنها الحمد لله يعني لها وقفتها، وبعدين احنا لا نتحدث عن حديث فئوي او لصحفي او لنقابه او ناس يعني لدي اي نوع من التميز، بالعكس نحن صوت هذه الامه وضمير هذا الشعب، وكلما كانت النقابه مرفوعه الهامه وابنائها احرار، انا اعتقد هذا جزء من حريه هذا الوطن، نحن لا ندافع عن حريه الصحافه. استاذ احمد عبد العزيز، لكن عن حريه الشعب المصري. استاذ احمد عبد العزيز تبقى معنا، ينضم الينا استاذ احمد عبد العزيز الصحفي من القاهره، تبقى معنا ينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعيه الاستاذ عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي. اهلا بك استاذ عبد الحميد. اهلا بحضرتك. أستاذ عبد الحميد، نقابة الصحفيين في المدة الأخيرة تحولت إلى أيقونة في مواجهة النظام، في الدفع في مسار الحريات، في مواجهة التعتيم على المعلومة، في محاصرة العمل الصحفي، بماذا تفسر ذلك؟ هي طول عمرها نقابة الصحفيين أيقونة للحرية ومنبر للكلمة الصادقة، وأيضا لكل
من يريد أن ينال حرية وطنه تكون نقابة الصحفية هي الملاذ الآمن له. ده دور مش جديد على نقابة الصحفيين، الدور ده منذ أن نشأت نقابة الصحفيين، وهي أصلا يعني تعبر عن رأي المجتمع وتعبر عن ما يريده المجتمع وما يطلبه المجتمع. في الحقيقة يعني الانقلاب يحاول ان هو يمنع عنها هذا الدور، ويمنع عنها انها تقوم بدورها الاصيل، يعني دورها المناط بها الاصيل في انها تؤدي الدور. هو يريد ان يمنعها عن اداء هذا الدور حتى ولو كان هذا الدور قانوني اصلا يعني. ولكن هناك محاولات استاذ عبد الحميد، هناك محاولات لتدجين النقابة وتدجين عمل النقابة، يعني هل هذه المحاولات نجحت؟ خاصة أن أشرنا أمس أن النقيب يحيى قلاش تقريبا اختفى أمس وظهر مساء حتى يعبر بشكل باهت عن رد فعل أيضا باهت، لماذا حسب رأيك؟ لا طبعا يعني هو من الملاحظ أن الجمعة اللي كانت اللي سميت جمعة الأرض العرض كان هناك حشد كبير من كل فصائل المجتمع المصري اجتمعت عند نقابة الصحفيين، وطبعا هذا الأمر يعني اعتبر نوع من يعني أعطى هزة للسلطة المصرية، ويعني اعتبر ده بداية لتدشين نواة لتجمع كل المصريين في هذا المكان من أجل المطالبة بالتعديلات والحرية وهكذا يعني. فطبعا السلطة يعني حاولت تستوعب هذا الأمر فعملت عمليات استباقية، يعني شفنا أول قبل أمس يعني إن هم حاولوا يحاصروا حوالين النقابة من أجل منع وصول أي شخص إليها، سواء حتى كان صحفي أو غير صحفي، يعني حتى صحفي يحمل كرنيه النقابة أو صحفي لا يحمل كرنيه النقابة. فحاولت إنها تمنع تكرار ما حدث يوم جمعة الغضب. طبعا يعني ده شيء متوقع يعني. أما تسألني عن دور النقيب فأعتبر أن دور النقيب يعني إلى الآن لم يتضح دور النقيب، لم نشاهده يخرج يطالب بحرية الصحفيين، لم نسمع عن بيان خرج عن النقيب أو عن مجلس النقابة واضح، باستثناء بعض أعضاء مجلس النقابة مثل السيد خالد البلشي وغيره. طبعا لم نسمع عن يعني بيان واضح منهم إلا مؤخرا طبعا فيما يخص موضوع اعتقال أو احتجاز 47 صحفي. طبعا يعني ده مرجعه طبعا إلى أن النقيب يؤدي دور وظيفي وليس دوره كنقيب صحفيين، يعبر عن كل جموع الصحفيين ويعبر أيضا عما يعني يطالب به الشعب المصري، يعني النقابة هي أيقونة لكل مطالب الشعب المصري، فبالتالي يعني هو ده موقف النقيب، موقف طبيعي لأنه هو طيب. طبعا رضي بأن يكون أستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد تبقى معنا. أستاذ أحمد عبد العزيز معنا من القاهرة عبر الهاتف. أستاذ أحمد عبد العزيز لست أدري أستاذ طيب أستاذ أحمد عبد العزيز، بيان مجلس النقابة قال أنه سيقاضي وزير الداخلية، هل النقابة يمكن أن تذهب في عملية متابعة الداخلية والأمن والبلطجية إلى الأقصى؟ لا أنا في تأديبي يعني المسألة يعني أعتقد لن تخرج عن ثقافة البلاغ والبيان التي تعودها المجلس والنقيب، وهذا يعني ما تعودوا عليه، وما طلبنا أن يتم تفعيله إلى خطوات عملية بشكل تصعيدي أفضل يعني. فالمسألة كل ما سوف يتم وضع البلاغ أمام النائب العام وأرسله أو الجهات المسيرة لهناك، ثم تدخل القصة دائرة المحاكم وما إلى ذلك. لكن كان هناك إجراء فاعل وطلبنا به ولم يتم تفعيله، وهو منع نشر أي أنشطة وأي أخبار عن وزير الداخلية ووزارة الداخلية كإجراء أولي، ثم يتم تصعيد خطوات أخرى. لكن حتى هذا الإجراء لم يتم تفعيله، وكان هذا يعني كان طبيعي جدا في ظل ما جرى للزملاء الصحفيين وحصار النقابة. يعني مسألة يمكن اعتقال الزملاء الصحفيين ربما يعني نحن مرفوضة بالطبع، ولكن ربما يعني الناس تعودت عليها بعدين، لكن محاولة اقتحام النقابة أمس هذا هو التطور الخطير يعني، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك إجراء مقابل لهذا لما تم أمس
وتوقيف الفعل وردة الفعل، وكان أقل شيء منع نشر الأخبار أو حجم الأخبار عن نقابة عن وزارة الداخلية والتربية لفترة. أستاذ أحمد أشرت إلى تحركات تصعيدية، يعني لما نقول تحركات تصعيدية ماذا يمكن أن يعني يقوم به الصحفي أكثر من تقديم بلاغ ضد وزير الداخلية ومقاضاته؟ يعني ما أنا كنت بقول لحضرتك من شوية، يعني فكرة أن يكون هناك يتم اتخاذ قرار من جانب النقابة بلغ لرؤساء التحرير بمنع نشر أي أنشطة لوزارة الداخلية أو أي تصريحات أو أي حوارات صحفية لوزارة الداخلية، وكل أنشطة لها يعني يتم حظر النشر عليها حتى يشعر بقيمة الصحافة وقيمة الصحفي وقيمة الإعلام. هذا كان أحد التصعيدية. شكرا لك أستاذ أحمد عبد العزيز الصحفي الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة. نعود إليك أستاذ عبد الحميد قطب من عبر أقمار الصناعية. أستاذ عبد الحميد، هل نعم؟ طيب أستاذ عبد الحميد، يعني هل ترى بأن دور النقابة في هذه المرحلة هو يعني مواجهة الداخلية، مواجهة هذه الممارسات، الحفاظ على حقوق الصحفيين في العمل بحرية، المحافظة على الحرمة الجسدية للصحفية تنتهك يوميا تقريبا، أم أن تنخرط بشكل تام وكامل في معركة الحريات في مصر؟ لا، هو بالطبع هو مش دور النقابة حاليا انها تقوم بمواجهة السلطة، لانها لو اصلا السلطة كانت تعلم ان النقيب اللي هيأتي او المجلس النقابة باستثناء بعض البتاع هيجي عشان يواجهها او ان هو كده، ما كانوش يعني وصلوا للمكان او منصبهم. طبعا النقابة عفوا النقابة وأعضاء مجلس النقابة بعضهم وأغلبهم يعني يتماهى بشكل تام مع السلطة من أجل يعني طبعا الحفاظ على منصبه والحفاظ على صلاحياته، وأيضا من أجل أنه يحصل على بعض الصلاحيات وبعض الامتيازات من السلطة، لأنه طبعا لو واجه السلطة ماشي، لأن يعني لو واجه السلطة مش هيستطيع أنه يحصل على هذه الامتيازات مثل تخصيص الاعتمادات المالية للنقابة لصرف البدل وغيره، كذلك لإعطاء مثلا النقابة بعض الأراضي لتشيد عليها مساكن للصحفيين وهكذا، يعني بعض الامتيازات، لكنها تواجه السلطة وأن يكون لها رأي ضد السلطة أو معارض للسلطة، أعتقد أن الدور دواتي حاليا يعني غائب عن النقابة وعن النقيب وعن مجلس النقابة. يعني نحن اليوم نتحدث عن يعني النقابة، لو قارنا هذا الدور يعني اليوم نحن نتحدث عن دور النقابة اليوم، ولكن أنت في بداية حديثك أشرت بأن النقابة كانت دائما أيقونة لكل نفس تحرري في مصر، هل يمكن أن تسترجع النقابة في هذا الظرفية المتحركة والمتأزمة في الشارع المصري، أن تسترجع دورها الريادي في أنها تكون في طالعة من يدافع عن حرية الرأي وحرية التعبير والحرية كمنظومة اجتماعية بصفة عامة في مصر؟ طبعا أنا رأيي أنها كانت بالفعل أيقونة، يعني هي بالفعل منذ يعني نشأتها أيقونة، حتى في عصر مبارك سلالم نقابة الصحفيين كانت تمثل فزاعة للنظام، كان النظام نظام مبارك كان يرتعد من سلالم نقابة الصحفيين، لأنها كانت في هذا الوقت هي الملاذ لكل من يطالب بالحرية، الملاذ لكل من يطالب بشعارات ما قبل 25 يناير، العيش والحرية والكرامة الإنسانية. هذه الشعارات لم يعني ما قلناهاش في ثورة يناير، قلناها قبل ثورة يناير على سلام نقابة الصحفيين، فكانت الملاذ لكل من يريد حرية وطنه وكل من يريد يرفع أي مطالب. فبالتالي لكن هذا الدور طبعا غاب بعد الانقلاب العسكري، وبإرادة الانقلاب سواء من النقيب السابق اللي هو ضياء رشوان او النقيب الحالي الاستاذ يحيى قلاش، يعني هي إرادة الانقلاب انه يغيب دور النقابة الحقيقي. يعني انا كما قلت لك ويبدو انك انت لم تسمعني، في فترة الرئيس مرسي كانت النقابة يعني ملاذ لكل من يعارض النظام سواء كان صحفي او غير صحفي او ناشط او اي مهنة، كنت تلاقيه في النقابة بيتكلم برأيه ويعارض يعارض الرئيس مرسي ويعارض حكم الإخوان وكله كده، وكان النقيب يسمح لكل فصائل المجتمع
اللي تختلف مع النظام انها تدخل النقابه، سواء يحمل كرنيه او ما يحملش كرنيه، ده ما كانش شرط. استاذ عبد الحميد استسمحك، يعني تبقى معنا، ولكن في اتصال هاتفي من القاهره معنا الصحفي عبد السلام صلاح، وهو من امام يخاطبنا من امام نقابه الصحفيين. اخر التطورات استاذ عبد السلام. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك. هو الامن مشي من قدام النقابه دلوقتي، لكن يظل فيه، هو بيعمل دوريات ويمشي حوالين النقابه بالعربيات وكده. وفي بعد انتهاء الوقفه تم القبض على 12 واحد من مفيد النقابه، 12 فرد منهم ثلاث بنات. يعني 12 صحفي تم القبض عليهم من امام النقابه. هم مش صحفيين، هم مواطنين عاديين، وهم ماشيين اتقبض عليهم، ما كانوش مشاركين اصلا في الوقفه. يعني هم مواطن عادي صادف ان مر من امام النقابه فتم القبض عليه. تم القبض. تمام. طيب ووضع الصحفيين حاليا المعتصمين داخل النقابه، اسر المعتقلين، هل هناك مخاطر من مداهمه النقابه؟ هل هناك تحفز امني؟ لا، هو ما فيش تخوف من اقتحام النقابه ولا حاجه، لسه لحد دلوقتي النقابه لها حرمتها، ما تمش الاعتداء داخلها. لكن هو النهارده في بقالنا 4 ايام النقابه بتتحاصر، يعني من الساعه 4 النهارده النقابه اتحاصرت تمام، من اول عبد الخالق ثروت من ناحيتين ومن شارع الشامبليون. لكن بعد الصحفيين ما انهوا الوقفه لعبوا شويه كوره قدام النقابه، الامن مشي. هل هناك استاذ عبد السلام، هل هناك سيناريو محتمل لما بعد محاصره مقر النقابه؟ السيناريو المحتمل هو ان ممكن يكون في تعطيل لاجراءات اللي النقابه خدتها النهارده، وهي عمل مسيره يوم الخميس لمكتب النائب العام، وتحريك دعوات ضد وزير الداخليه بصفته. يعني الدعوات دي ممكن يكون يتم تعطيلها من جهه الامن. طيب، يعني هناك حديث ايضا عن ان هناك استعداد لوقفات احتجاجيه يوم الخميس، ممكن يعني مظاهره يقودها الصحفيين، هل هذا صحيح؟ يعني هم الصحفيين كلهم فيهم غليان وعايزين يشاركوا، لكن بيتم منعهم. يعني النهارده من الساعه 4:30 منعوا دخول الصحفيين بشارع النقابه، شارع عبد الخالق ثروت. يعني هل هذا المنع، لانه الاخبار التي اتتنا من القاهره ان هناك بعض الصحفيين استطاع ان يمر، ومن يحمل كرنيه نقابه الصحافه يمر، ام هذا المنع ممنهج يعني حسب المؤسسه التي يعمل بها وحسب الانتماء الحزبي والسياسي للصحفي؟ يا فندم، هم اللي شاركوا في الوقفه اللي كانوا موجودين داخل مقر الاعتصام، اللي داخل النقابه كانوا موجودين داخل النقابه، كل اللي شاركوا في الوقفه. لكن الصحفيين اللي كانوا خارج شارع النقابة ما دخلوش، ما عرفوش يدخلوا، يعني الأمن منعهم. شكرا لك أستاذ عبد السلام صلاح، صحفي حدثتنا من أمام نقابة الصحفيين من القاهرة. نعود إليك أستاذ عبد الحميد قطب، يعني اليوم بيان مجلس النقابة يعني ودعوته أو ذهابه عمليا لمقاضاة وزير الداخلية، إضافة إلى يعني استنكار وتهديده بما تعرض له الصحفيين من اعتداءات، هل ترى هذا كافيا الآن حتى يسترد شيء من كرامة الصحف؟ يعني هو لو افترضنا حتى أن كان البيان ينص على مخاضاة رئيس الجمهورية، فطبعا هو غير أو قائد الانقلاب، فهو طبعا بيان غير كافي وبيان هزيل، طبعا لا يعبر عن رأي جموع الصحفيين ولا يعبر عن مطالب الصحفيين. طبعا هو بيان هزيل وبيان لا يعبر عن ما يطالب به جموع الصحفيين، لكن يعني اهو يعني الى حد ما قد يكون شيء يعني اهو ايجابي. لكن هو المطلوب، لو سالتني عن المطلوب يكون في وقفه من النقيب الصحفيين، وقفه حازمه، ان هو يكون اصلا مساند وفي ظهر كل صحفي، يؤيد مطالبهم ويؤيد، تكون اولوياته ان هو يطالب ب يعني وقف الانتهاكات ضد الصحفيين، وايضا يطالب اصلا يعني هو يتضامن مع راي الشارع المصري. يعني احنا هو المطلوب ان يكون نقيب الصحفيين دايما يعني متضامن ومتكاتف مع راي الشارع المصري، سواء كان راي الشارع المصري يعني رافض للسلطه، فطبعا هذا ده راي الشارع المصري،
فمن الأصل أن يكون نقيب الصحفيين هو أصلاً أول متقدمين في صفوف المطالبين بالحرية ومطالب الثورة ومطالب الشارع المصري، لكن أنه هو نكتفي بإصدار بيان أو غير بيان أو هكذا وبتاع. وطبعاً يعني هو البيان صدور بيان فقط يعني، لكن لن يكون فيما بعد مقاضاة لوزير الداخلية ولا الغير وزير الداخلية، هو موضوع عبارة عن زر الرماد في العيون وهكذا يعني. ولكن أنا أطالب نقيب الصحفيين ان هو يكون لي وقفة يعني زي ما كنا بنشوف النقباء السابقين يعني، كان كلهم حتى اللي كانوا هم اصلا جزء من النظام ولكن كانت ليهم مواقف مشرفة يعني فيما يخص الصحفيين. يعني كنا بنشوف موقف النقيب مكرم محمد احمد والنقيب كامل زهيري والنقيب ايضا ابراهيم نافع، كانوا هم اصلا جزء من النظام، ومع ذلك عندما يمس الصحفي وعندما يعتقل الصحفي كانت لهم وقفة مع هذا الامر، يعني بعيدا عن البيانات والامور اللي هي بروتوكولية كانت لهم وقفة ومطالبات قوية بالافراج عن الصحفيين. استاذ عبد الحميد، هناك بعض الصحفيين يعني زملائهم تعرضوا للضرب وللاعتداء وتعرضوا للانتهاك الأدبي والمادي، ومع ذلك أظهروا بشكل علني شيء يقارب التشفي، وأيضا هناك دعوة وإن كانت يعني مشفرة للأمن والبلطجية أن يستهدفوهم. كيف يمكن مثل أحمد موسى مثلا، كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد؟ هل الجسم الصحفي فعلا يعني لازال محافظا على نواته الصلبة وروح التضامن، أم هو أيضا كبقية مكونات العمل المدني في مصر شهد شرخا عميقا بين من يطالب الحرية ومن يعتبر أن هذا أمر واقع وعلينا أن نذهب في هذا الركب؟ يعني هذه الظاهرة يعني طبيعية، يعني أنت عندما تتكلم عن نقابة الصحفيين تتكلم عن كيان يضم آلاف الصحفيين، هتلاقي منهم المختلف معاه والمتفق معاه، هتلاقي منهم كأي كيان يعني كأي كيان. يعني أنت عندما نتكلم عن الانقلاب العسكري ونهاجم الانقلاب العسكري، هل يعني لا يوجد داخل الانقلاب العسكري شرفاء؟ لا طبعا في شرفاء طبعا، وفي ناس مختلفة مع الانقلاب العسكري، وفي ناس مؤيدة لمطالب مطالب الشارع المصري. يعني طالما تتكلم عن كيان فهتلاقي فيه هكذا وهكذا، فبالطبع وضع طبيعي انك انت تلاقي صحفيين اصلا متماهين مع النظام، مؤيدين لمطالب النظام، مؤيدين اصلا لقمع الصحفيين ومتفقين وتاه. ودي كنا بنلاحظها حتى ايام مبارك، يعني كنا يعني احنا نقف مثلا نطالب على السلالم النقابة نعمل تظاهرات ونعمل كده، كنا بنلاقي صحفيين اصلا زملائنا يسخروا منا. يعني ده حاجة طبيعية، يعني طالما انت تتكلم عن كيان يضم الاف الصحفيين فانت تتكلم عن مختلف معاك، شخص يعني صحفي لديه فكر مختلف معاك، ده وضع طبيعي يعني. لكن اعتقد ان ما زالت نقابة الصحفيين واغلب الصحفيين لديهم اصلا يعني لديهم تعاطف كبير مع مطالب الشعب المصري، وهم يشعرون ايضا ان السلطه جائره ليس فقط على الصحفيين ولكن على اصلا الشعب المصري باكمله. شكرا لك استاذ عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه.